مرحبا بكم جدا في الفيديو الثالث من تمارين الدرا فوتس اللي هي سقوط القدم. الان راح نعطي اليوم ثلاث تمارين ممكن تشتغلها انت وجهدك. راح نبتدي باول تمرين. اول تمرين حنكون جالس بهذا الشكل، حنستخدم زي اي شيء، ممكن مرتفع، ممكن تستخدم خشبه، اي شيء. الان عندي مشكله في اليسار مثلا، ممكن اكوع بهذا الشكل، بطلع فوق برد انزل، هي اثنين برد انزل، ثلاث برد انزل، ممكن بدون يعني بس وانا جالس، واحد اثنين. طبعا ممكن تزيد الارتفاع بحيث انه الكعب يعني يوصل للارض حسب انت قديش يعني قديش مستواك، تمام؟ هذا التمرين الاول. التمرين الثاني حنستخدم زي اسفنجه، انا حستخدم هاي القفاز الملاكمه. طبعا انتم في اسفنجه بتيجي دائريه او ممكن تدبر اي اسفنجه. نفترض عند المشكله في اليمين هذا الشكل، شوف الان بحاول بهذا الشكل احركها، واحد تمام، اثنين برفع رجل وبحرك بحرك بحرك، ما قدرت تشتغل بهذا الشكل بستخدم جدار من هون، هاي بتحرك بهذا الشكل تمام، بحرك القدم يعني بهذا الشكل، شوف انها يعني بشكل دائري بس ايش بشكل توازن، تمام. التمرين الثالث، التمرين الاخير، حنشتغل من هون، واحد نزلت هون بسموه الهند بوشاب، واحد سحبت، شوف الكعب يصيب الارض، بطلع فوق برد ارجع هون، اثنين فوق، هاي ثلاث فوق، اربعه فوق. طبعا التمرين هاي انت واجتهادك، التمرين الاول والثاني اتوقع يعني سهل، مش اعطي مده زمنيه معينه، انت واجتهادك ضيفها على التمارين اللي اعطيناهم في الفيديوهات الاول والثاني، وهيك بنكون انهينا السلسله. اي سؤال اي تعليق حبيت تطلب السلسله راسلني على الواتساب وانا جاهز برسل لك اياها. ممكن تشترك بقناتي على اليوتيوب فهد المهر او على صفحتي على الفيسبوك قوتي صحتي، اعمل لايك راح يصلك كل شيء، وانا بخدمه الجميع، وحبيت تسال عن اي شيء راسلني انا بخدمتكم. يعطيكم الف عافيه.